سبب لقليلة الشرف. قولي مين كاتب لك هذا الحكي احسن ما طالع لك بزر مخك. ولك قولي والله العظيم ولقليلة القدر عندي يا ماني. لا بجيب لك يا غالي تقول هذا الحكي بيدك. والله العظيم بعد عني وبعد عن المسلسل. لك فلك شي البلد خبيب عندي حتى اهلي بقى يذبحوه. والله العظيم ولقلي اذا مالك زدني هلا بروح بشي ما بدلك هذا الحكي بيدنا. يا هون ولي بنت التلت من ابرب محلك هون. بدك تروحي تحفظيها شو بدها تحكي وتجي تسمعهم قدامي ما؟ انا رايح لعندها. هاتي موبايلك، هاتي موبايلك مشان بس تبيني وتحكي. هاتي اذا رحت لعندها رح تكبر الشغله ورح تنفضح البنت قدامها. لك هدول مجانين. لك عمه من كم يوم اجته الجلطه وكانت السكينه على رقبه البنت. والله والله ما يعرف ابوها انه اخوه ما غلطان. والله لحتى يشرحها لرباب. والله مو احسن ما فضي هالمسدس براسك يا بنت الكلب. طيب اسمع لالا، انا بروح معك لعند اهلها وانا بسحب لك اياها وانت بتضلك شايفني وعينك علي ما بتتركني ولا لحظه ولا دكه. وبجيب لك اياها لهون بتسمع بايدك كل شيء. الله يوفقك الله يخليك. مرحبا رباب، كيفك ام عبدو؟ عم ندفش كل شيء من الله يا محلا. الله يخليكي، بدي حمم الحجه وبدي رباب تجي تساعدني معلي. ما بقدر انا عم ساعد امي، عنا تسليم طلبيه بكره الصبح ما فيني. بس 10 دقائق بتخلصي وراسا بترجعي لشغلك. روحي امي روحي روحي ساعديها لخلود. يو الجيران لبعضها. لك روحي الله يرضى عليكي. شوفي لا تخافي هلا بتعرفي. فوتي تفضلي. بتعرفي شو هاد؟ لا شو هاد؟ بس اللي جاب لك اياه قال لي انه انت خبيتيه عنا لانك خايفه من اهلك. مين هذا اللي جاب لي؟ ما بعرف عشو عم تحكي. يعني هاد مو لإلك ولا بعمري شفته. وليه؟ مقصوفة الرقبة؟ مو هذا اللي عطاكي يا رفيقك ابو ميتور وانت خبيتيه عندي؟ اللي له الصراحة اللي له صدق يخرب بيتي؟ انا ما بعرف ليش هيك عملت. والله العظيم ما بعرف. ولك لا تجنيني، ليش عم تنكر لكان؟ خافي خافي توصل الخبر لاهلها. بس والله العظيم كذابه. والله انك كذابه. وانت صادقه ما شاء الله ما. وحياه اللي طعمني فاضل وبرحمه ابي اني ما كذبت عليك بولا حرف. طيب اذا بدك بتجيب رقمه لهذا الشاب وبتجتمع انت وياه وبتساله لمين هي الهديه. وانت منين بتعرفي للشب وليه؟ اعوذ بالله والله ما بعرفه. بس هي مقصوفة العمر هي اللي قالت لي انه هو بيقعد هون مع الشباب اللي ساكنين بيشتغل معهم. هذا هو ما؟ قولي لك شو بدي اقول يا مجنون؟ قلت لك ماني شايفته ولا بعرفه. خلي وردة تجيب لك رقمه. بتحاكي على أساس بدك تشتري موتور مثل موتوره. بتستفسر منه بلا شو وبس شوفه بقله بمعيتك أنا شاكك بمرتي إنها دايرة على حل شعرة معك. لهيك قلي إنه هدول الأغراض أنت جايبه لرباب. ببوس إيدك اكذوب علي وريحني. الله يوفقك. شلونك أم عبدو؟ الحمد لله كل شي من الله يا محلا. فوتي شو بكي؟
لا معلش مستعجلة، بس بدي رباب تجي معي تساعدني بكوي شعراتي، ماني عم مستحكم. لك خلي خلود تساوي لك ياهم بالسيشوار، حرام عليكي بكره بتحرقي له شعرك بالمكوايه. يو اي خلود اجا جوزها وما انا فاضيه لحدا، وانا لازم ساوي شعراتي لانه طالبين مني بالشغل صوره هويه. فوتي حتى على راسك دغري برجع لك ياها، ما بتطول عندي. نبعت لك حمى ان شاء الله. شو هذا اللي عاملتيه مع خلود؟ جوزها كان رح يقتلها من تحت راسك، هلا بتفوتي لعندهم وبتقلي له انه الكرت والدب الك، وانه بسام ضراب السخن هو اللي جاب لك ياهم، بتحكي كل شيء صار مثل ما هو. ما فيني احكي، بركي جوزها حكى. هلا هو صحيح حيوان، بس خلود قالت له انه ما يقول لحدا. بعدين هو شو همه فيكي؟ هو همه خلود هلا. ما راح اسلم رقبتي لحدا. انتي بتعرفي اذا ابي بيدرى شو راح يصير؟ انا قتلت له اخو. بس مثل ما عم قلك، البنت خايفه مشان هيك عم تكذب. وليش ما تكوني انت حضرتك اللي عم تكذبي؟ سيد ايهاب احترم حالك، انا ما غلطت معك بالحكي، انا بدي كل الشغله تنحل بارضها مشان خلود اللي انظلمت بصيره ما لازم فيها. العمى شو هالبنت اللي ما فقست عنا البيضه وما حدا قدران ياخذ منها لا حق ولا باطل؟ رح روح جيبها من شعرها قدام اهلها وضل عفسها بشوي لتحكي. سيد ايهاب، سيد ايهاب روح. اذا بتنحل القصه بدون ما موتها للبنت مو احسن؟ لك وبحفظ، بدي خاف على البنت اكثر ما خاف على عرضي وبيتي. قدامك حل ما في غيره. اسال الشاب ما؟ لحتى ترتاح ويرتاح بالك، مع انه الصح القصة كلها تموت بأرضها وما ينعمل لها ايدين ورجلين، لانه مرتك ما غلطت، واذا انت ما بتأمن لها هي مشكلتك، ولا ميت رباب وبسام بيقدروا يحلوا لك ياها. اذا بدك جيب لك رقمه للشاب انا جاهزة. شوفي طيب عطيني يا للزلمة. ايه اخي خير؟ عم بسمعك، أنا عم بسمعك، عم تسمعني؟ أعطيني من الآخر الهدية إلك؟ يا حبيب والله إلي، أنا جبتن هدية لأختي رباب وهي حطتن أمانة عندكم بالبيت لأنه خايفة من أبوها، وانت بتعرف اهلها يعني مخهم جوزتين بخرج، ودريت قصة العم اللي مات ما هي؟ وليه؟ يخرب بيتك من حالك، ليش هيك عملتي؟ ما دخلني بشي انا، ما دخلني شبك، هدول الاغراض مو لإلي. اغراض شو؟ شو في خلود؟ عن شو عم تحكوا؟ ما في شي امي، هاي المرة عم تتبلاني. حبيبتي نحنا ما دخلنا بقصصك انتي وجوزك، حلي عنا ماشي؟ قصصي انا وجوزي؟ وليه؟ هدول الاغراض يلي عندي مو لإلك؟ مو انت جبتيهم بايدك لعندي؟ لا مو لإلي، هدول الاغراض مو لإلي، وانا ما دخلني امي، ما دخلني. لسه بتقلي مو لإلي؟ لك شو بكون؟ شو اللي عم بصير انت وياها؟ ما في شيء امي، تركينا ونقلعي من هون. لك يخرب بيتك من حالك، لك كان جوزي رح يقتلني من وراك انت ومعروف العمر هذا ابو ميدور. لك يخرب بيتك، رح تقولي شو صار ولا لا؟ لك شو؟ منو هذا ابو ميدور؟ لما عمى لبنتك قال انه شافها مع شب على الموتور ما كان غلطان، هي بنتك اللي كانت على الموتور ورا الشب بالروشه. كذابه امي، هي وحده كذابه. انقلعي لبرا، طلعي لبرا، انقلعي لبرا. لا ما بدي انقلع، خلي امك تعرف كل شيء، ومثل ما فضحتيني قدام جوزي بدي افضحك قدام امك. هي بنتك، بنتك المصون عشان حبي واحد اسمه بسام، بيجي لعند هدول الشباب اللي فوق محمود وجابر. عم لما كان عم بيقول انه هو شايفه لك ما كان غلطان، ما كان عم يتبلاها للبنت، وبنتك جابت الاغراض اللي هداها ياهم معروف العمر وخبتهم عندي. بيقوم بيشوفوا ايهاب بفكرهم لإلي، ولما انا بساعد بنتك المصون وبتذكر هذا الشيء قدام جوزي بتربع الدنيا فوق راسي وراسك وراس لهديك الحماره، وبتفوت لي مشاكل الها اول ما لها اخر. لك اكلت قتل قد بلد، بوس رجلك بيرطيكي هذا الشيء، لك معبده بوس ايدك بيرطيكي. شوفيني، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر
العظيم. روحي خلود، روحي على غرفتك وقعدي، تركيني أنا بتصرف. وهذا جوزي اللي شاني يلي بس قاعد بده يقتل ويضرب ويقوس، شو هذا؟ مين بده يهديه؟ لك يا أختي عم قلك روحي على غرفتك، واليوم بإذن الله ما بتنامي إلا السيرة وخالصة بأرضها، وبيرجع كل شيء مثل ما كان وأحسن. تيسر يستر على عرضك. مساء الخير سيدي. أهلين. فوتي أمي فوتي. سيد إيهاب، بنتي رباب عندها حكي وحابة تقوله قدامك. الأغراض اللي عندكم لإلي أنا حطيتهم عند خلود. سيد إيهاب، مشان الله ما تآخذنا، البنت لساتها ولد وطايشة، يعني ما بتعرف تقدر الأمور مزبوط، بس الله يوفقك. دي منك هالسيرة تضل بيناتنا وما حدا يترف فيها، فهمك كفاية. والله العظيم بعرف انه الغلط راكبها لبنتي من راسها لرجليا، بس شو اعمل؟ وحيدتي ومالي غيرها. بقى الله يرضى عليك، كمل معروفك معنا للآخر. حصل خير، حصل خير. السلام عليكم. لحظة. خذي اغراض بنتك معك. اقري شو مكتوب هون. حاج بلاقيا بلا ما يحس أبوك عليك ويعرف باللي صار. اقري شو مكتوب. مسكي لك، مسكي عم قلك اقري. خالص عمره، انتي ما دخلك باللي صار، عم تفهمي؟ طلعي فيني منيح، الموت والحياة بإيد رب العالمين. لك حاش تبكي؟ حاش؟ انتي غلطتي معه شي لهذا الشيء؟ لا، ورحمة عمي، ورحمة عمي ما صار بيناتنا شي، أصلاً هذا كان أول مشوار بطلع. بس شو أعمل إذا أنا حسي مثل النيلة يا أمي؟ خلاص خلاص خلاص، لا يكون حظك أحسن من حظ أمك بجاه الحبيب. طلعي فيني، هذا أبو الموتور محبين ولا عم يضحك عليك؟ ما له عم يضحك عليك. صحيح معك، صحيح صحيح معك. ما بدي وصيك خلود، ما كتير تتعاطي لي انت والعالم اللي هون، وعم فكر المرة الجاية بس ارجع دور على بيت برا هالمطرح كله. ستجرب حظها قرب بركة الماء. هذا موقع مثالي لنصب كمين.
لكنها تميل لتكون رياضة الطقس الدافئ. في الموسم الجاف الخلود ولك أنا بعشقك وبغار عليك من الدنيا كلها. لك مفضلة حبيب قلبي، وقت اللي بتنشغلي عني معه كتير بغار منه. حتى من فاضل بتغار. ولك بغار عليكي من حالي منيحك، ولولا خوفي عليكي أنت وأمي من قعدتكم تحت بسوريا لنزلكم معي هلأ هلأ وخليكم جنبي طول الوقت. إيه بس أنا زعلانة منك، وهذا الحكي كله ما رح يخليني أنسى أنك ضربتني وأنك مالك مأمن لي. لا يا خلود، بزعل منك ولك كيف ماني مأمن لك؟ إذا كل شي بملكه حاطه بين إيديك ومخبيه بمعرفتك. بس أنا دايما بصفن وبقول لحالي واحد مثلي نازل طالع على هالطرقات وما بيعرف شو بيصير معه وحاط دمه على كفه وما بيعرف إمتى بتجي ساعته. لهيك بدي منك هذا الكيس يضل تحت نظرك، صار ما صار بتدبري راسك وما بتتبهدل ومن بعدي أنت وأمي. بعيد الشر عن قلبك، لا تحكي هيك، أنا والله قلبي ما عاد مستحمل هذا الحكي مشان الله. دخيل قلبك الله يطول لنا بعمرك يا أمي.